مرحبا الله، مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله طقطق. ضيف الله، الضيفه ديالي هي السيده خديجه. كتعيش ما بين المغرب وفرنسا، لكنها كتفضل انها تقضي وقت كبير في المغرب. غادي ندقوا عليها دابا، نشوف كيفاش كدوز الحياه ديالها اليوميه. ايضا هي يعني سيده 60 يوم، مع ذلك دار قناه في يوتيوب، كتقوم بمونتاج جميع الاعمال كلها بوحدتها، كتله من الطاقه والحيويه. ندقوا عليها دابا، بقوا معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. دايره لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. احوال طيبه؟ طول عمرك انتي على خير الحمد لله. الله يجازيك بخير. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا والف مرحبا. ترحب بك جنة، طالبه ضيف الله. مرحبا والف مرحبا، تفضلي. ربي يخليك، بارك الله فيك. بارك الله على الحاجه. يبارك فيك. دايره لاباس عليك؟ الحمد لله. احوالك مزيانه؟ اللهم لك الحمد. انا اليوم فرحانه. فرحانه. عرفتي علاش؟ عندي تانا كانت حداك انايا. غادي نصور انا ديما سيره نصور انا هنايا انا دابا جيت شال الدرب ديالي. الدرب ديالك دابا تيراك فيه، قول لي مرانا في دربي. انا في دربي دابا. حدايا جارتي مريم بركات، بيناتنا والو، علاش جناتي عندي؟ سبحان الله. وهذا المسجد اللي شافوه في البدايه راه مسجد الرضوان. مسجد الرضوان. حنا راه ساكنين هنا قريبين لمسجد الرضوان. مسجد الرضوان. ما شاء الله. ولا الاذان. اذان كلشي تبارك الله. ساداتك عرفتي قريب لك تسمع المسجد. رمضان عرفتي، رمضان عندنا بحال اجواء العمره. سبحان الله. عندنا تبارك الله المحسنين ديال المسجد. انا كنقدم لهم الشكر. فعلا. الله يجازيهم بخير، الله يجعل لهم في ميزان حسناتهم. فعلا. مهلين في المسجد. لا مهلين فيه بزاف، مسجد الرضوان. ما نقولش لك زعما كيفاش، كندوزو ديك التراويح وداك الشيء، كنشربوا غير الماء ديال عين سايس. تبارك الله. تبارك الله. انا في ليله 27 فطرت في الجامع وتعشيت وصليت الفجر، الله يتقبل. عاد جيت للدار. سبحان الله. زوين. انت عرفوا بالسيده اللي معنا؟ انا عائشه، اخت ديال خديجه. مشرفه بك. وكنرحب بالناس وكاع اللي كيشوفونا، كنرحب بهم. ومريم الله يبارك فيها، الله يعطيها صحتها ويخليها. امين. الله يجازيك بخير ان شاء الله وينصرك على يا ربي. امين يا ربي. امين. ديري لينا على الحاجه الزوينه. ربي يخليك. الله يكبر بك. الله يحفظك. احسن يوتيوبرز في هذا الشيء اللي كيدير على القنوات الصغرى. الله يحفظك. الوحيده اللي كاينه، كاينه انت وكاينه عائشه مزالي. الله يحفظك. تحيه لعائشه مزالي. عائشه مزالي مسكينه حتى هي، هذاك المنتدى دايرها بحال ادب، ما تقولش لك لا ابدا. مسكينه. الله يستر لها. الله يستر لها. المهم اللي باقي عقل عليك راه انت هي الاخت ديال اسماء قمر. ام عبد الجبار. كنا صورنا في رمضان. في رمضان دق دق دي الله ما تراجل هذيك الساعه بسيمانه. اي كاين شي فطور. يلاه حيدت حق الله. حق الله فعلا. مات الزوج ديالها وبقات مسكينه. فين وصلت الامور معها؟ تفعلت لها القناه؟ تفعلت لها القناه ولكن شويه كاين على المشاهده ما كاينش. وبعدا الامور بعدا مشات مزيان. تفعلت لها داكشي ولكن المشاهده القضيه شويه صعيبه دابا، راه كلشي تنقول لهم خاص شويه الصبر. راه الحمد لله صعيب. الحمد لله. اي والله يستر. وحنا كنرحبوا بالمتتبعين ديال مريم بركات. ترحب بك جنة. العيالات والرجال والبنات والولاد وعلى العالم انحاء العالم كامل كنرحبوا بهم وكنقولوا لهم مرحبا والف مرحبا. وكنرحب بالمتتبعين ديالي
كنقول لهم حتى هما الرجال والعيالات والبنات والولاد كنا ترجت انا كيتفرجوا فيا كيكتبوا لي والله كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا عند مريم بركات في حلقه دق دق ضيف الله تبارك الله مرحبا بمريم بركات عندي ترحب بك جنة كبير هذا ترحب بك جنة وانت تبارك الله راه كت القناه ديالك نشيطه فيها درتي واحد السلسله ديال الكوكوط سلسله ناجحه بزاف تبارك الله دارت المشاهدات والبنات ولا والله العظيم الا واحد السيدات بزاف كاينات قالوا لي كبر مني في السن قالوا لي راه حنا كنعرفوا ولكن حنا تبدل علينا دابا ولينا متبعينك وملي كتقولي لينا كنقتل البوطه ولينا كنطيبوا بحال كننقصوا البوطه وما نديروش الماء بزاف في الكوكوط وتجينا الماكله والحمد لله بعدا الاصوات في الكومونتير فرحوني ملي تيقولوا لي راه داكشي ناجح والحمد لله المهم بعدا وليتي الكوكوط ويخرج الانسان الماكله بنينه ياك يخرج الماكله بنينه في الكوكوط ايوا تبارك الله هذه هي الافكار اللي كنقولوا حنا زوينه شي حاجه جديده شي حاجه جديده يعني شحال ليا السلسله طلعت ما شاء الله سميتها سلسلة المرقة الحلقات ديال سلسلة المرقة في الكوكوط المرقة في الكوكوط دابا راه وصلت 24 حلقة تبارك الله ما شاء الله درت لهم فيها الحوت درت لهم اللحم ما خليت ما درت الأنواع كلها ديال الأنواع الخضار درت لهم ثاني آخر هذاك درت القديد تبارك الله ما شاء الله القديد اي والله يعطيك صحيحتك والله يستر الامور ان شاء الله ندخلوا للمطبخ نبداو نحضروا وندردشوا شويه ندردشوا ان شاء الله على كيفاش خليتي فرنسا وجيتي المهم كيفاش فضلتي انك تعيشي في المغرب و حسيتي فيها قنط ماشي بحال بلادنا زينه خضره زينه وكلشي وتما الطير دابا حتى الخضره عندك مشكله ماشي بحال انا في الطير الخضره تما هاد السلسله ما تمشيش لك تما نمشي ونديرها نبقى نخمم لها ونخرجها هذيك الخضره عندهم حتى كطيب دغيا وهي باسله شويه ونحلق على داك الشيء والقانون غير انا عندي ما تنديرش مطيشات الحب من عند الله ما عنديش معلي مطيشات الحب سبحان الله وهذاك التخربيق خلاتها وحده قالت لي كيقولوا لها عايشه بها قالت لي سيري عليا من الماكله عامره على البوماده كاين في فرنسا قالت لي طبيعيه زوينه هذاك السنه مع الطبيعيين ان شاء الله اي والله يستر الامر ان شاء الله قالت لي من راس ثاني ديال العيد بالاعشاب تبارك الله قالت لي وحده مره كبيره قالت لي انا اول مره شفت الراس كيطيب باليازير والزعتر ما عمرني قالت لي شفت تبارك الله درت لهم بسطيلات الحوت درت الدجاج درت دابا اليوم غندير واحد الطريقه جديده ديال الدجاج يلاه باقا ما بيناش كاع بزاف كاينه في بلاستيك باقا في بلاستيك زوينه هاد القضيه شحال هادي ما سمعتها باقا في ميكتا باقا في ميكتا هي هادي باقا في ميكتا يلاه بدات يلاه باديه ورا درت لهم الطنجيه دجاج صين ديال المناسبات كيديروها المراكشيين شفتها من عند واحد خالتي طيابه في مراكش كنقدم لها التحيه حتى هي من هذا المنبر حتى هي وهذاك الدجاج بالكامون اللي كنت قلت لك في دق دق ديال الاسماء كان ديك الساعه وصل 10000 قلت لك شتي انا دابا 10000 راه عندي بحال وصل مليون تبارك الله راه جايت شي 300000 طلع بزاف سمعوا عليه ودخلوا شافوا والحمد لله ايوا دعوه يمشيو يشوفوا عاوتاني الوصفه اللي باقي ما شافهاش ويشوفوا السلسله ديالك مرحبا والف مرحبا اي والله ييسر لك الامور نمشيو للمطبخ وندردشوا اكثر ان شاء الله صافي صافي يلا اللهم يستر يا رب امين يا رب تبارك الله عليكم الله يحفظك حبيبه البغرير بالدقيق القمح الكامل اييه هذا كومبلي شكرا بزاف بدا على الضيافه شكرا بارك الله عليك الصحه والراحه تستاهلي كل خير الله يعطيك الخير هذا السميده تبارك الله باين هذا اللي بالقمح هذا بالقمح هذا الله يعطيك الصحه هذا مسمن هو بالقمح هكذا الفرينه ديال القمح والقمح حتى هو الاخر المهم القمح اللي مطحون المهم الصحي داكشي ها ما كاينش هذا هو وهذا هادو راه ما فيهم لا فورس لا والو هذا صافي ايوا هذيك براونيز وهذيك بلاطاغ ديال التفاح تبارك الله عليك ايوا صافي وهذا الشيء مشري ايوا والله هذا جابتو لينا لوس اسمه من اسفي عرفتي مني اسفي ما شاء الله عليهم كيتفننوا فيه هو وهذا عندهم داك الشيء زوين المالح حتى هي عينه فقلنا لها ديري قناه عندها ما تعطي الصراحه مليكه اي والله يسر الامور تبارك الله عليكم وان شاء الله نمشيو للمطبخ ونكملوا الدردشه ان شاء الله تبارك الله عليك الله يبارك فيك حبيبي الله يحفظك تبارك الله لا خديجه الله يبارك فيك حبيبه مريم نقول لك الحاجه ولا
اللي قلتي قولي لي حالتي ولا لا ما حج ما حجش ان شاء الله تحجي هذا العام ان شاء الله. امي خديجه كي كيقولوا لي كيقول لكم امي خديجه الله كيقولوا لي امي خديجه لي كومونتير الله يرضي عليهم ما شاء الله. دابا عملوا عندك البنات بزاف والله العظيم شي حاجه زوينه. سيره وحده في فرنسا راه تتبكي عليا قسما بالله. اه السيده البركانيه مسكينه ومريضه الله يشافيها من هذا المنبر. اي والله كتقول لي لقيت فيك حنان الام ميته مسكينه مسكينه. اي والله يستر الام. هو كاع وحده هي في مراكش كانت فتحت تتبكي تقول لي المي مال كبيده خديجه مسكينه والله العظيم. وتنتي ما شاء الله عندك غير وليد تنتي ما عندكش البنات. ما عنديش البنات وجابهم لي ربي في اليوتيوب والله العظيم. دابا اللي كيتبعونا كاملين تبارك الله بناتك ما شاء الله. شي تبارك الله كاع المتتبعين لا ديال مريم بركات ان شاء الله مرحبا بهم والف مرحبا. اي والله يستر جميع الله يسلمك. قلتي لي دابا طريقه جديده هذه طريقه جديده باقا مختلفه ديال المناسبات. يلاه ثاني يلاه شتا باقا جديده باقا ما كايناش كاع بزاف واخا. آه ان شاء الله شنو عندنا الطوسيه عندي 6 ديال الدجاجات هما شتيهم طوسيه بالحق باش حيت الطوسيه مزيانه دغيا تطيب. اللي بغى يدير الدجاج الرومي ما شتاش بالرومي انا شتها بالطوسيه. اللي بغى يديرها بالرومي دابا نشوف كيفاش وتنجربها عاد نديرها لهم في القناه ان شاء الله. اييه صافي فهمتي غادي نجرب واحد الجوج ونشوفهم كي جاو ونديرها انا حيت شتها بالطوسيه. قلتي لي هذه راه حريفيه هذه ديما بنت عمي وكانت خدامه عند رحال ما شاء الله. اي والله يستر. هي هذه الطريقه ديال دجاج معسل بالبرقوق والمشماش والقرقع والزبيب. الزبيب ماشي مدير الزبيب بالعنقود عنقود. دابا المهم قلتي لي الرومي لا ولكن الكروازير يقدروا يديروه. لا الكروازير يديروه ماشي مشكل ويتبقى شحال بغى يبقى كاع ينقصوا ليه. آه. ينقصوا ليه البوطه وصافي يقتلوا البوطه هما راه عارفيني. قتلوا البوطه قتلوا البوطه قالت لكم قتلوا البوطه المهل شتي والله العظيم شتي طياب انا نقول لك شتي كوكوط والله ما تشتت لك الخضره خا تخليها ساعة على الروب شتي نقصتي البوطه ودرتي الماء القياس والله حتى كيجي داك الشيء رائع. ودابا انت حريفيه ديال الكوكوط صافي ماشي الكوكوط زرب 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 وداك الشيء تختخ ويتخلط. لا بحال الطاجين الطاجين تا هو راه اساسه هو الطاجين الطاجين العافيه مهيله. اه وكاين انا عندي بزاف الطلبات على الكوكوط حيت الاغلبيه دابا السرعه. لا غادي نعود ان شاء الله ندير حتى الطاجين مره مره ان شاء الله باذن الله. اي والله يستر امين الله يحفظك يا مريم ان شاء الله في الدجاج. غادي نحتاجوا حبيبه عندنا البزار ها هو وعندنا الكركم خرقوم البل سكنجبير وشويه الملحه انا حيت ما تنكثرش الملح والخرقوم البلدي شويه البزار الابيض اللي ما عندوش بلاش انا حيت عندي وبسيبيسه وقعقله ماشي نويويره نويويره ما كدارش الدجاج. وهنا عندي الزعفران الحر انا شديته صهدته حكيته في المهراز وعمرت الكاس هنا ورانا دايره المهراز فيه الماء تنزيدو وعندي شويه السمن وعندي الزيت ما دارش الزيت العود في هذا وعندي الماء وعندي الزيت وعندي البصله محكوكه باش غادي نشلضو باش غادي نشرملو الدجاج. هذه محكوكه محكوكه ما كاينش الثومه نهائيا. لا عمر الثومه نوصيك انت احسن مني ما عمر الثومه كتصاحب مع القرفه. لا 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 خاص منهم ديما خاص منهم الثومه واخا شتينا اللحم بالبرقوق ما كنديرش فيه انا الثومه ما ندير فيهش الثومه والربع كنعقدو خاص المرقه ديال اللحم تجي نقيه. انا خويا كيقول لهم انتم علاش كناكل عندكم اللحم محمر موسخ خديجه عندها اللحم نقي كتقول لي مرته مسكين الله يرحمها بعد مرته ماتت الله يرحمها الله يرحمها كيقول لها قالت لك قال لنا اللحم محمر عندكم موسخ خديجه اللحم نقي. انا حيت ما كنديرش ذاك الربيع كيبقى منق المرقه خاصها تبقى معقره ومعلكه تبقى صافيه تبان لك المرقه صافيه. الله يعطيك الصحه صافي والله يحفظك يا حبيبه. يلا دابا انا غادي ندير البصله. انا درت هنا دابا عندي 6 دجاجات درت جوج بصلات واخا جوج بيضين ولا انا حيت هادو بيضين ما بقاتش عندي واخا. وهاد البصله انا غنوريكم كي غندير ليها واخا صافي أنا. صافي دابا انا درت البصله انا غادي ندير هاد بسيبيسه وقعقله عندي دابا انا حيت راه مولفيني كنعطيهم حتى القياس. دابا ها انتم 6 دجاجات ها انتم معلقه عامره مزيان شفتوا وغادي نزيد نص معلقه اخرى باش ما تجيش لينا فيها الريحه بزاف. البزار دابا حنا حيت غادي نعسلو ما نقتلوش البزار بزاف صافي.
غندير واحد شويه بيضه اختياري حيت عندي درت منه صافي. غادي ندير سكنجبير، راكم عارفين السكنجبير كيجي مزيان مع الدجاج. غندير هنا جوج معالق عامرين مزيان الملحه. دابا نتوما انا غندير غير القياس حيت انا ما كناكلش الملح بزاف باش ما يجيناش مالح. صافي خرقوم العرق بلدي. غادي ندير ثلاثه المعالق. انا راه ما كنديرش ديك الضامه الزعفران نهائيا. ما عندكش معاه؟ لا ما كنديرهاش والله العظيم. انا كندير الزعفران هذا صافي. عندي هنا القرفه، قرفه غادي ندير معلقه. من الديبار كديريها ماشي كنخلى؟ لا لا كنديرهم دابا صافي. الزعفران ها هو درتو دابا، بلاتي نشلل. ني الزعفران بالي ديال تاليوين هذا، ديال تاليوين ياك. انا غنوريك القرعه بلاتي نوريك باش يعرفوه. ماشي ايه انا شاريه، انا كنشري 8000 ريال الزعفران تبارك الله. واحد مول الذهب هو انت شتيها واه من الريحه يعطيك الخبر. شتيه هو شتي الا حليتيه وعطاك طلع معاك الريحه تعرفو. ريحته زوينه. كنشري انا سميتو كنشري 10 غرام. كتعجبني انا لقامه تكون واه الا درتي الزعفران لقامه حقيقيه. هذاك الملون انا هكاك ما كان اللي بغى يدير الملون يديرو. نتوما غندير السمن. درتي القيمه ديال القلب. الله يحفظك الله يحفظك مريم. صافي دابا ما نسيت والو. صافي بسم الله. دابا غتهلاي في الدجاج. دابا الدجاج غادي نبدا. دابا راه ما غنديروش في الطنجره درك، كاينه واحد العمليه اخرى. بسم الله. في البدايه ديال الفيديو قلت لهم راه عندك القناه، وقلت لهم راه هي اللي كدير كلشي الراس. انا والله الا كنت مونطير راسي وكلشي. قلت لهم ما شاء الله سيده 60 يوم عاد عليك راه كدير كلشي. كندير المونتاج والله العظيم. وراني ولدي، انا ما كنتش نعرفه بالاولى. وراني كيفاش ندير. انا ديك النهار سميتو بنت مرت خويا حتى هي راه دايره قناه، واحد مرت خويا الله دارتها شي سيمانه هادي. قلت لها اجي نقول لك مطبخ جنات، كي درتي كتحطي ديك مطبخ جنات وما كتحركش من الفيديو. قالت لي تعالي نوريك حتى هي قاريه المونتاجي. وراتني وراتني بالاولى. قلت لها دابا ما تقوليش ليا. خليني ندير بوحدي باش نعرف راسي راني راني صافي. وانا درتها في هذا الفيديو اللي لحقت ديك تبارك الله عليك. زعما كاين واحد كيبدا تقول لك لا داك الشيء واعر ما عرفتش كيفاش. لا 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 انت كلشي بوحدك. كاين شي حوايج ساهلين وكاين شي حوايج ما نقدروش نديرهم. اي والله يعطيك صحيح. كيفاش جاتك الفكره ديال القناه؟ جاتني بوحده مع ولد اسماء عبد الجبار. كيقول لي كان رمضان مباقه في السعوديه، قال لي خالتي ندير القناه اليوتيوب. بدينا كنتفلاو انا وياه، وانا صورت واحد الفطور. ملي صورت هذاك الفطور ويلو حوليا في اليوتيوب، لا حوليا في اليوتيوب شويه وديت له وصافي. ما عارفه لا ادسنس فراسك. انا ما درت الادسنس تقربت قربت القناه تمشي للمراجعه. قسما بالله ما كنت دايره لا ادسنس لا. ها هي اختي تقول لك. وكان لي زوين ما تعصبت ما والو. شتي كنت نعرف القانون كراني تعذبت. لا داك الشيء راه شتي ملي كنقول لهم واحد كيخدم قسما بالله ما غيرش كيمشي. كتمشي. ما كنتش كنعرف القانون انا ديال فراسك. هذيك 4000 ساعه ما كنتش كنعرفها. امتى بديت كنعرفها؟ حتى مات راجل اسماء. مات راجل اسماء واحد السيده حتى هي عندها قناه صاحبتي. هي تقول لي خديجه ديري اللايف باش تجمعي السواعد. بديت كنعرف شنو السواعد. خاص السواعد. صوري في يوم في شهرين جمعت 4000 ساعه. ما كان عندي والو تبارك الله قسما بالله. انا دابا اللايف كيقول لي ديري. ديك النهار درتو شي متتبعات وهذا اللايف راه معلق بحال المرقه ديال الكوكوط. انت عندك المرقه معلقه واللايف معلق. اللايف قالوا لي اللايف تا هو معلق. والله يعطيك الصحه. والله صوم تبارك الله عليك. وحنا تتيان تلاها ونوليو. هذاك الشيء قلتي لي انت اصلا غير باش الواحد هكذا. والله العظيم وكن بنادم اللي تيقول لك الواحد راني هاد الحاجه درتها وصدقات كتفرحي. بعدا عطا بنادم شي حاجه. وقلتي لي بغيتي دابا باش تعاوني الاخت ديالك فاش كانت في الفيديو الاخر. والله العظيم ما كرهت. عارفي الله يا مريم قلت لها كون كنت نشدعه شي شويه زايد شويه
احنا راه الحمد لله بديت كنتخلصت انا ايوا مزيان الحمد لله الله يخلب على اليويو على اليوتيوب ونقولوا نكذبوا كنتخلصوا الحمد لله والله يستر لك الامور راه هذاك الشويه والحمد لله يلا بديتي دابا ماشي بزاف لا 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 يلا شهرين الحمد لله الله يكمل عليك بالخير الله يستر واخا داك الشيء قليل والحمد لله ما دابا انت يا بحال مضيعه وقتك ملاهيه المرأة والله العظيم كتلهاي والبنات عرفتي الكومونتيرات ملي كتبقاي تقراي فيهم زوينين كيزيدوا يشجعوك كتفرحي بصح الله يلقى ما كنا بنقلب البورطابل ونجاوب والله يعطيك اللي سولتني على شي حاجه نجاوبها انت بعدا كتعجبيني وانستغرام انستغرام حقه ديما الحاضره في انستغرام لا لا انستغرام تا هو زعما هذه دعوه للسيدات اللي كيتفرجوا معنا هكا كيكونوا كبار في السن يعني يقتحموا هذا المجال ديال التواصل الاجتماعي زوين يكونوا حاضرين زوين والله الا زوين كاين مجموعات بزاف يعني كاين ديال القران كاين ديال هذا بحال اختك تا هي زوين داكشي عندها الله يحفظك تا هي زوين والله متبعين بزاف عيلة خوتي كلهم تيحفظوا تبارك الله كيحفظونا حيت عيلة خوتي كيمشيو للمسجد ايوا تبارك الله مليكه راه متبعه معاها الله يستر قالت لي انا لا سبحان الله شوفي هي قناه دينيه والله تنقولها لاختي تنقولها سبحان الله الناس فيهم الخير يعني ما شاء الله انا في الاول كتب عليك صحابي ما طلعش حق الله والله تطلع قلت لها شوفي راه صعيب شويه راه داك المحتوى الديني زعما ما هذاش لا لا العكس ولكن عرفتي استغربت عرفتي راه تقرا دابا تقريبا تكمل 100,000 يعني ما شاء الله عرفتي هي كي كتعطي داك الشيء كنشوف حتى هي عندها داك التلقائيه حتى هي عجباتها استاذه صاحبتي ديال داك الشيء هي راه من الاوائل اللي بداو في المجالس العلميه باش يلاه تحلوا المساجد تبارك الله عرفتي كي كتعطيك باش تحفظي عرفتي مالك راه تقريبا تكمل سورة البقرة بالحفظ تبارك الله والله العظيم وكتمشي للمسجد والحمد لله وزعما كتشوفي الناس فيهم الخير والله زعما باغي يتعلموا دينهم تبارك الله صلى على النبي راه داك الشيء عنده زوين اي والله يسر الامور يا رب هاد القنصة راني ما قطعتهاش رقيقة حيت هي غنزوقوا بها هكذاك هي شوف خليتيها باينة على جوج صافي ما هاد العنق كاع ما غنديرهم هادو بقاو مضرين فواحد الجوج عندنا بهم غرض صافي دابا بقيت شباب على راسك الحاج الله يعطيك الصحيح واش غندير؟ ايوا تبارك الله احنا البنات تبارك الله عندي البنات وحده قالت لي انا كنتوحم بغيت نجي ناكل عندك قلت لها جي بنيتي مرحبا بك وحده مسجد الرضوان اجمعنا قلت لها جي مسجد الرضوان تلحقوا عيطوا لي مرحبا بكم ايوا هذا الدجاج اللي بغى يخليه على تيساع هكذا قبل يخليوه انا شتي هذيك القضيه هذيك راه قد زعما غتعطي البنة انا والله هي تقول اختي انا كندير وكندير ديك الساعه اييه ماشي في الدجاج الاخر حتى الدجاج اللي بالحامض وداك الشيء يعني ماشي ما ضروري لا 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 والله ما كاينه داك التخربيق والو قولي لي البنة في اللق لا لا, لا البنة شتي البنة كاينه في الاقامه صافي ملي كتدخل الاقامه صلاه على النبي صافي قالت لكم الحاجه سمعوا دابا طريقه اخرى ثاني باش غادي نصبوا ولا ما غنديروش دابا هو ياك غتخليه لا دابا غادي ندوزو للطنجره واخا ها هي الطنجره بسم الله والنحاس تبارك الله يا نحاس شي وحده ديال جوج طيور وتشوف هاي 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 منين خديتي هادي هادي راه من فاس حلوه كي صغيوره حلوه كتهز خمسه واقيل خمسه صغار لا تنجي من الجهه اخرى على حساب سيري سيري انا دابا درت البصله سير انا دابا هنا درت اربعه البصلات كبار قطعتهم مشلضين في هذيك الحادقه الحادقه انا غادي ندير الزيت خاصني نعبر لهم الزيت دابا ولفتي كتعطيهم القياس وكيتقنوا كيفاش والله العظيم الا من داك الشيء كيتبعوا الدروس من داك الشيء البنات قسما بالله دابا عندك بنات بزاف يلا باهي كيبغيو يتعلموا داك المرقه في كوكو يصلع عندي البنات شحال عندي ايوا تبارك الله كيحضيوني كيحضيوني ملي انت غنلوح ها الكاس الاول غندير جوج كيسان في سته الطيور جوج كيسان في سته ديال الطيور جوج كيسان ديال العنبه دابا حنا الطريقه ماشي بحال وغندير نص كاس ديال الماء هاد نص كاس ديال الماء راهم عارفين باش العطريه ديما العطريه خاصها شويه الماء باش ما تحركش انا غادي ندير بحال العطريه اللي درت نفس العطريه غتعاوديها هنا نعاودها هنا في هذا درت معلقه ونص
غادي ندير جوج معالق ديال السكنجبير. هادو دابا راه 6 ديال الطيور، راه عندك جوج مقالس ياك؟ اه انت عندك عرض هيك عرض على لا مقلس واحد نديرها 5 حيت الطوسية ما كتما بقاوش دابا ديري 3 الطيور. عندك العائلة ياك عرض على عرض على العائلة فهما كيتسناو انت غتعرض ديري لينا داك الدجاج. اه كتم وعداهم به قلت لهم غنجربو ونعرض نعيط لكم وفضحوني كنكون صحاب ما نقولها لكم. ايوا الله يخليكم ديما امين الله يحفظك مليحة على حسب الذوق. شوية راس القرفة راس المعلقة درتيها حتى في هاد البصلة هنا؟ اه ضروري شوية. وهنا ثاني راس المعلقة ديال سيبيسو وقعقلة صافي. ايوا صافي دابا انا غادي دابا غتشعلي عليها شنو تشحر ولا؟ اه خاصها تشحر عاد ندير الدجاج. هكذا فهمتي؟ ها هي دابا شتيها بداش الدجاج دابا خاصها هي دابا كلها تتعلك. تتعلك هي؟ اه باش كتجي المرقة بحال دايره لها الكولة. بلاص ما غتعلكيها من بعد انت بحال غتعلكيها دابا ويطيب فيها الدجاج. حيت خاص الدجاج يتعلك خاص الدجاج يتعسل. هكذا فهمتي؟ هادشي اش قلتي لي طريقة مختلفة؟ لا طريقة مختلفة. صافي ان شاء الله نتلاقاو ملي تعلك ان شاء الله حبيبه ان شاء الله. اي دابا غادي ديريها ها غادي تحطيها دابا صافي غادي تغطي عليها ولا غتخليها معريه؟ انا غادي نغطيها. تغطيها وتخليها حتى تعلك. خليها دابا صافي ملي تعلك نتلاقاو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يلا اللهم يسر. امين حبيبه. احنا ها هي خلاو هذوك ديولي ها التعليكه ديال البصله ها هي تبدلت في اللون. انا دابا غادي ندير هاد الكانصات ومن الاولين شويه فهمتي يتقلاو شويه بحال هكا. دابا راه مولفين معاك الكلمات مولفين هي التعليكه وقت البوطه هذيك حافظين داك الشيء هما. انتم شفتوا دابا البصله كي ولات صافي دابا البصله راه بحال تكولات دابا ما غاديش تكون المرقه جاريه فهمتم بحال تقول مصديه فهمت. انا كنعطيهم الالقاب مصديه. شنو هي مصديه؟ مصديه هي ديك البلول هكا والزيت هكا ما كتكونش شاد ماشي مكوليه هكذا ناري المعيش. اي والله يعطيك الصحه زوينه ملي كيدخلوا هكا الناس تبارك الله كبار في السن كيعطيونا اضافه لليوتيوب صراحه نتعلموا منكم النصائح. كنوريهم داكشي اللي كنعرف التجارب اللي عندي. شكون اللي علمك الطياب الحاجه؟ انا انا دخلت على الطياب مع كلشي دابا انا مع مرت عمي مع امي مع عمتي في البطبوط ثاني البطبوط انا ما كانش كيتنفخ ليا حتى تزوجت بسم الله كيقول لي يا راجل هذا البطبوط عندك ما خدامش. انا امي البطبوط قالت لي ما مفروقش راه ما ناجحش ياك. واحد النوبه انا كنت عند عمتي كنشوف البطبوط عندك قلت لها عمتي بغيت نقول لك كنديروا هذه هذه قالت لي ملي تحطي البطبوط قلبيه في البلاصه ما تخليش البطبوطه تطيب. قالت لي صافي راه غادا غادا دير لك زعما درتي النصائح اللي قالت معلومه انا كنتصنت درتيها وصدقات صدقات صافي هذيك البطبوط انا ما كنخمرش البطبوط مريم قلنا لك ديك النهار صافي انا صورناها اه صافي انا كنقرصو صافي وكنخليه اه ديك الزلافه عيش صافي دابا عطيتي القياس فاش غيطيب صافي دابا ان شاء الله صافي دابا هذا كنقول لهم انا ملي كندير الكوكوطو نسده كنقول لهم صافي الغدا طاب صافي ملي كتجمعي دابا بحال هذا صافي دابا هذا راه صافي هادي التشرميله ديالو اللي بقات فوق حنا ربطناه الريحه ربطناه باقي ما شتي والو مريم عطي الريحه زوينه سيطيب غادي تشوفي ان شاء الله. انا راه كنحضي معاه ما خاصوش يتشتت ليا ما خاصوش الطوسي كيبقى شاد حتى الاخر انا كيبقى شاد ليا شتي انا الاخر لا في التفايه ولا في كلشي التفايه ديال الكسكسو كنديرها بحال شي لوحه ما فيهاش المرقه ديال الشينواسك التفايه اللي كيقولوا لها بريستيج راه خاصها تكون نقيه خاصها يكون ما فيها 16 ما فيهاش الكسكسو كيبان لك
نقي. المهم انتي المرقه ديالك ما موسخاش صافي هذه اللي غنشد عليك اللحم محمر تعلموا الحاجه قالت لكم المرقه ما موسخاش المرقه عندكم مالكم اللحم محمر ديروه موسخ اي والله يسهل الامور هادشي اللي كاين صافي دابا شنو ديك المرقه باغا تسدي عليها صافي دابا ان شاء الله سدوا عليه دابا ونخليه ان شاء الله يطيب راه مربوط بخيط غذائي باش ربطته بصيت عليه واحد القزار وجابوا لي مسكين كاين المحلات التجاري شتيه راه كيخدم به وقال لي قلت ليه جيب لي شي واحد قال لي واخا اي والله يعطيك صحتك صافي دابا غتغطيه ها هو ان شاء الله نزيد عليه شويه البوطه اللي يغلى مزيان صافي انا زدت عليه ثم شوف حيت كنوريهم انا صافي باش يعرفوا القياس ديال البوطه باش يعرفوه خاص توري ودابا شتي البنه في النحاس راه النص ديال البنه كتزاد ملي كيكون طيح في النحاس النحاس صراحه النحاس كيطلع كيطلع كيعطي مذاق زوين كتشوفي اللحم كي كيجي في النحاس ايه والله يستر ايه والله يستر بارك الله عليك الله يبارك فيك مريم حبيبي شنو غنديروا دابا غنديروا السفه اييه بريستيج بريستيج داك الشيء حتى هي بريستيج ان شاء الله اي والله يعطيك صحتك حنا غنبداوها دابا ان شاء الله باذن الله تعالى الله امين صافي دابا باش نبداو نبداو غنديروا السفه بريستيج ديال الكسكسو انا دابا دايره هنا تريه ديك الرقيقه ها هي شتي صافي غادي ندير لها شويه الملح ها هي شويه يعني ماشي السميده هذا كسكسو الكسكسو داك المكسكس صافي درنا شويه ديال الملح صافي هذا عندي واحد شويه الزيت تاع اللوز غندير منه شويه عرفتيش علاش علاش باش تجي ديك نكهه اللوز قليت فيه اللوز ايه كيجي زوين تبارك الله عليك حتى حاجه ما تضيع لا ما يضيعش حيت زوين اللوز ماشي محروقه فيه خضره ولا غير اللوز تبارك الله عليك صافي دابا انا غنديرو يفور ما ندير لا ما لا والو عاد الزيت ونديرو يفور ان شاء الله الزيت المره الاولى بوحدو صافي عاد الزيت بوحدو صافي عاد ترديه يفور عاد نردو يفور ان شاء الله انتم معانا واخا ان شاء الله الله يستر يسالك جات مفاجاه غنشوف واش غيعرفوها ولا لا جات واحد المفاجاه لاباس عليكم واخا غبرات عليكم سلام كي درتي الحمد لله شويه الحمد لله احسن مزيان المورال مزيان شويه شويه كي داير الابن ديالك؟ لاباس الحمد لله. كي داير مع الجري و الحمد لله. تمام راه هضرنا عليك في الاول. ها؟ هضرنا عليك. هضرنا عليك بخير. الله يجازيك بخير. ايوا كي داير غدا مع القناة مزيان؟ بشوية. كنتي كتمشي وكت كنخدم ولكن ولكن غبرتي واقيلا في الفترة الأولى ياك؟ لا أنا ما غبرتش. خدام داكشي اللي كان يقدر يدخل. أها. أمين الله يستر. صافي هنا غترديه يفور صافي دابا انا رديته شحال يبقى الحاجه غيبقى واحد ربع ساعه بحال هكاك ملي نشوفو دارت فيه مزيان غادي نوريكم اش غندير ليه واخا نتوما معانا ان شاء الله ان شاء الله شنو كاين الحاجه دابا كاين هاد الزبيب راه يلاه ولا زوين ما جابوه حتى داروا ليه حتى هو طريقته اش غادي يديروا به ياك اه بصح دابا هذا كيتعسل بحال هكا يبقى صاين يبقى صاين وانتم غتشوفونا اش غنديروا ليه واخا صافي غتعسلي عادي كما كنعسل بحال البرقو غادي ندير ليه دابا شويه الماء وصافي وغندير ليه العنب ما كنديرش السكر انا كندير العسل كتعسلي بالعسل حيت عندي السكر كندير دابا انا غندير شويه الماء بعدا تيهبط ليا صافي غير الماء بوحدو ما ندير فيه لا داك لا قرفه لا والو غندير فيه واحد الباديانه واخا صافي صافي دابا هاد التصويره الاولى خليناها ربع ساعه احنا غادي نهزوها مات انا درت هذا باش قفلتي هالحاجه ياك قفلت علاش حيت لي باش لا هذيك المثله اللي لما قفلتي لما قفل ما يفور عندنا شي امثال صافي منين الاصل الحاجه مزابيه مزابيه كيفاش تكتروكي كيقولوا مزاب ايوا تاتي الناس قايلين ياك قايلين كل الانسان والطبيعه ديالو الطبيعه اللي كتلعب ماشي هانتي انا دابا غادي ندير الكاس الاول ديال الماء تبعوا معايا دابا في كيلو انا دابا تنقول لكم شحال هزت على حساب
الله الا دايره الخاطر تتعبري لا خاصني نوريهم باش كيعرفوا ماشي ها نتوما ها هو صافي وديروا الماء وصافي لا خاصهم يعرفوا راه كاينين بنات مبتدئات ماشي هما الناس الاولين راهم كيعرفوا اللي عندهم تجربه راه من اليدين مزوجين 30 عام 20 عام 10 سنين ماشي بحال لي يلاه الدريات يلاه بادين خاصك توريهم ها الثالثه صافي دابا حنا غادي نشوفوا ونقول لكم صافي صافي دابا 3 في الكيلو 3 في الاول دابا خليه دابا ينشف غادي نخليه ينشف شويه صافي وهانتوما معانا ان شاء الله ملي نبغي نحلو غتشوفوا ثاني صافي دابا غتردي تينشف وترديه ها ينشف ان شاء الله شحال كدير ليه من التصويره الحاجه غادي ندير شي 4 تصويرات 4 اه كتعطيه حيت السفه باش تجي رطبه باش تجي رطبه اي والله يعطيك الصحه امين الله يحفظك هذا الزبيب ها هو دابا الزبيب حنا دابا دابا ها هو شتي غادي ندير ليه شويه العسل صافي شويه المزهر ونخليه صافي شويه القرفه ولا الباديانه ما عرفتش فين درت واحد الباديانه باش ندير حتى الباديانه كتنسم كتنسم زوينه بالنسبه ل... كتغير الذوق صافي ها انتم معانا ها انتم شفتوه دابا كله الله يعطيك الصحه صافي غادي يبقى بحال هكاك كيف شفناه محطوط هكاك غادي يبقى بقى صاين هكاك حاطينه في الطبسيل صاين هكاك عطي واحد المنظر زوين صافي دابا شرب شرب دابا بسم الله قلتي لي راه زدتي كاس ياك لا زدت كاس قلت شرب هي 4 دابا 4 كيسان في كيلو يلا شدوا مع الحاجه عرفتي راه قالت لي صوري صوري راه زدت كاس انا مسكينه ما كتزيد قلت حاجه كلشي اللي شاد عليكم قولي لهم باش عرفتي هاد الامانه في التوصيل هي احسن حاجه احسن حاجه ماشي باش كتكون عندكم مصداقيه اللي كيدخل عندكم تيبقى ديما عنده الثقه ثقة انك راه عرفتي غير زدت الكاس قالت لي لا مري برازت الكاس قلت لها زدت الكاس خاصك تقولي لهم اي والله يعطيك الصحة امين بسم الله صافي دابا نخليه ثاني يطلع يفور ثاني صافي هنا راه تلقى الريحة زوينة هذا زدتي فيه العسل المزهر والعسل صافي دابا غدا يشرب هذاك ونخليه شحال دابا يخليوه يفور ربع ساعة ربع ساعة تعب ثاني تهو ثاني ان شاء الله صافي فين وصل الحاجه الدجاج ديالنا ها هو سير ها هو شوف ها هو بدا ترى واحد الروائح في الكوزينه ها هو شتي ها سير ها هو بدا يطيب شتي داخل الطياب ها دخلوا شدوا نديروا ليه بحالكم كتبنيه اه شي هو كيطيب وانتي دابا قلت لي الطريقه ديال انهم يعقدوه بالنسبه للسيدات اللي يلاه باديين ياك كلشي كلشي مزيان العقيد ياك كتجي ساهله لا كيجي ساهل وما كيتشتت ما والو كيبقى انا راه داك الجنحين ما كنحيدهمش حيت انا من اصلا احز افضل حاجه عندي في الدجاج هما الجنحين كنخل نحتفظ بهم كنربطهم عرفتي ملي كيطيب كيبقى الجناح لاصق بحالكم تبارك الله عليك انا كيعجبنيش الدجاج يكون يتشتت يبدا مفرقع وداك الشيء خاص الدجاجه تبقى شاده الفورمه ديالها خاص الواحد هكا كميه قليله يعقدها ماشي مشكل مازال ملي تتكون واخا تكون كثير انا راه لا طباخات العراس اسمع اختي شحال كتنطيبه هي راه كتنطيب انا ايه نطيب انا حتى 100 كيلو 122 كيلو واش في العراس ولا شنو؟ ها العائلات دابا الا كانت العائله العرس كتب ولكن دابا مبقيتش نقد عييت والبسطيلات وكنت نصاوب حتى 24 بسطيله حتى 20 بسطيله الله هكذا لا ديال الحوت ولا ديال الدجاج الله يعطيك صحتك والله القسم يعني العائله فيما كانت انا راه عندي بسطيله ما نقولش لك لا يعلى عليها صافي ماشي زعما انا ديال الدجاج راه سماوها لي ميل فاي يعني كتاكلي الحوت كتاكلي الحوت ماشي ميل فاي انا بسطيله الدجاج ما كنديرش فيها البيض اها كندير ما نبقاوش كيديروا البيض كندير انا راه من زمان ما كنديرش فيها البيض راه كتجي بحال هكا وعرفتي ما نقولش لك ناشفه ناشفه وداك الشيء وما حلواش بزاف حيت انا اصلا ما كنديرش السكر كندير غير العسل كتجي ما بين ديك الحلاوه ديك خفيفه حلاوه خفيفه خفيفه وناشفه ماشي ميدمه ولا عندك في القناه باقي ما درتهاش بغيت تجي ثاني شي مناسبه لا ديال الحوت درتها على شي ثلاثه المرات جوج مرات جوج مرات ايوا دير لهم ديال الدجاج ان شاء الله هاد ميلفاي هادي اسميها بسطيله ميلفاي ميلفاي والله الا سموها لي شي ناس ميلفاي اي والله هي دايره انا كنشويه عليا انا ما كنزربش في الطيان ماشي كنبدا نزرب غير بشويه عليا تديري التاويل
اه باش الحاجه نتقنها، علاش غادي نزرب عليها وهي وقتها معروف غادي تطيب الطيب. بصح والله العظيم والله يستر لك ورفيسه بريستيج حتى هي انا دايرها في القناه هذيك عائشه المزالي ملي شافتني لحتى دارتها في المنتدى بوحدها مسكينه والله القاسم زوينه عرفتي طالعه بداك الشيء اللي درتي عادي بدا قالوا لي بنات خويا هذه راه كاع ما خصنا ناكلو نبقاو نشوفوا فيها بعدا في الزواق. اي والله يعطيك صحتك على حاجه تبارك الله عليك ان شاء الله يحفظك. صافي دابا حيدتي ياك دابا التصويره الثانيه حنا غنديروا لها حتى هي الماء تعبري لهم ياك كاينه العبار باش ينجح معاهم داك الشيء خاصنا نعبروا لهم باش يعرفوا ملي كتعبري لهم صافي كتكون عندهم الثقه ما كيخافوش ملي كتقولي لهم عينك ميزان كلش عارفين هما عينك ميزان والله مساكن كاين كاين انتي كتقوليها سمحي لي لا واش عينك ميزان كاينه اللي ما كت لا بلاتي انتي دابا كتفهمي كتعرفي عندك لا باز وحده غادا تبدا ما عندها تتعرفش خاصك غادا تشد بحال دابا هذا غتكب فيه اللي قلت لي انا اربعه ولا ثلاثه غادي تحرك غيجي هو هذاك واش فهمتي كيفاش؟ لا انا كنقول لهم حتى في العبار ديال في الكوكوط العطريه العطريه وكل شيء ماشي الاحتراف لا لا ماشي قضيه الاحتراف دابا كدير لهم الخاطر دير لهم بحال بنيات لا مساكن بحال كيقولوا لي ويلي عرفتي اش كي ماما خديجه في هذاك ايوا سي ربي يعطيك العافيه الكبيده الكبيده والله العظيم مساكن والله عاد العيالات الكبار كاينه العيالات كبار مني كاينين كاينه اللي تقول لي عندي 54 عام عندي 58 عام وحده قالت لي انا رانا كبار منك انا كبار منك في السن كتقول لي بنتي وحده ما عرفتش واش مغربيه ولا ما قالتش لي السن جاتني ماشي مغربيه داك الكتبه اللي كتكتب شحال حنا درنا دابا هنا اربعه شتو صافي بارك الله عليك الله يبارك فيك كيفاش قلت لهم في الاول كيفاش انك خليتي فرنسا وفضلتي العيشه في المغرب المغرب زوين عزيز عليا العائله وعزيز عليا الناس وعزيز عليا الشمس تما الغمام اكتئاب ياك ولا انت عارفه تما انا ما قلت والو انت خايفه خايفه لا لا انا دويت وقلت صافي ياك زوين الدفء العائلي ما كاينش بحالو الخوت المهم هي اسمع اختي هي راه مجربه الغربه شوف هو الموضوع شائك ما كنقدروا ما نتفاهموش مع بعض الناس ولكن كتبقى هي وجهه نظر بعض هما مساكن ما شتيش انتم اللي في الغربه اش تيقولوا لينا في الكومنتيرات ملي كتكوني مجمعه كتقول لك انا كنتفرج وتنبكي لا عدد كاينين كاين اللي على ولادها تما صغار كاين ثاني مصلحته ثاني بالولاد ويقرا وكاين اللي شوف دابا هي داك الشيء كل واحد وشنو مسخر ليه الله وكل واحد شنو رزقه هي من واحد من واحد الناحيه الصحه عندهم مزيانه وي دابا هذاك الشيء حنا ما كنقارنوش حنا كنقولوا دابا ما عندنا لا مجال للمقارنه عبره من دول العالم الثالث راه ما نقارنوش ماشي بحال انا زدت شويه الماء انتوما يعني 4.5 صافي دابا 4.5 دابا انا غادي نخليكم ما نحركوش عاد ندير لي واحد العمليه واحد العمليه في الشكل باش يجي معلك حيت هذه سفه والله يستر المهم هو الانسان هنا في المغرب فرنسا في المكان يكون الانسان مرتاح شي بلاصه اللي ارتحيتي فيها واش غيدير بنادم كل واحد ظروفه وما عند بنادم ما يدير داكشي الله يستر الام الظروف هي اللي كتهضر دابا انت كتمشي غير فاكونس ياك مره كنمشي راجلي كيمشي ويجي وكنمشي مره نمشي معاه مره ما نبغيش نمشي والله خاص الحال دابا راه مشى مريض والله الا غيفتح على عينيه ايه راه غادي يدخل نهار 17 يفتح اي والله عنده الجلاله ولكن هما تطب بحال مشاو للوطيل وجاو شي بحال عندنا هنا الوطيل يدي حوايجو يدي ساكو غادي لابس مزيان وغادي صافي ويجي اي والله يستر هادشي اللي كاين دابا غتخليه ينشف ياك غنخليه شويه وغادي ندير لي واحد العمليه باش نبدا نعلق فيه والله يعطيك الصحه على هذيك الكلمات واحد العمليه واحده تبارك الله عليك قالت لي وحده درت اللايف عند اسماء داك السيمانه كنت متكيه وترشق لي وانا نوض قلت لها والله حتى غندير لايف ندوي مع الدريات والناس وعاد خالته تشوفي قالت لي وحده والله العظيمه امي خديجه اللايف ديالك معلق بحال المرق والله يعطيك صحتك تبارك الله عليك واش غندير دابا غادي نديروا العمليه ياك عمليه رياضيه ها هي بحال كتبرك توركي عليه بيدك بحال هكا حيت دابا هذه السفه كتعلكيها خاصها تعلك هذه دابا التفويره درنا دابا جوج تفويرات هاي شفتوا راه ما غاديش يتعجن هاو خافوش منه
حنا راه نقصنا من الكميه، ما تقولوش راه هادشي قليل ولا شي فهمتي ما بقاش بزاف. اه لا حنا دابا غادي نديرو غير هاد القياس لينا شي لاخر حتى العشيه. هات عندك الضياف العشيه؟ ان شاء الله باذن الله. اي والله صافي دابا ما نديرو ليه لا ها نشتو ها تخافوش منه كيفيه. اه باش تجي رطبه هي ما غادا تسقى ما والو، خاصك تاكلها وهي بحال مسقيه. صافي دابا عزيزه على الناس عندك عزيزه على الناس لا ها عزيزه على الناس. السفه ديال اسميزو كتكون زوينه. حركي حركي بلاص احنا درنا هنا بان لينا الانذار الدجاج في الدجاج. ها هو شتو ها هو بدا كيشد اللون. انا نقصت البوطه. اه دابا نقصتي باش يبقى يتعلق. باش يبقى يتعلق ليا حيت ما غاديش نديرو هذا في الفران. طوسيه ما كتجيش في الفران هي بحال كتحمر صافي. لا درتيها في الفران كتقصاح فهمتي انت شتي هاي. وهي سبحان الله الطوسيه كتبغي غير طيب تتحس. اه تي دابا ياك ما كتبغيش تبقى لا. كتبقى كتقصاح سبحان الله. تقصاح هي خاصك طيبها. وكاين عندها واحد الطريقه لقصاحت لك تفوريها. نعم. تفور طرطاب تفوريها ترجع بحال يلاه طابت عادة. هي كتبغي بحال تنقصي لها البوطه تجيبيها مع تجيبيها مع وقت. اه هاد الطناجر اه كيجي زوين. هاد النحاس راه كيتلقى هو بعدا واحد الريحه عجيبه. لا تا الاخرين تا التلاميني تا هو ياك تا عندك كلشي بنين لامين. لا لا كلشي كلشي التوابل يكونوا مزيانين. اه يقاد بنادم داك الشيء يديروا نتقون شتي. وهاد السقيه راه عندها دور حتى هي لا في اللحم ولا كلشي. كتدخل درتي التمر للدجاج درت ربعه ديال العظومه ديال التمر سينا ما قلناهمش ليهم باش كيعاون يطيب طيب. كيعاون يطيب صافي دابا راه قرب صافي صافي قربتي غتخليه مازال يشرب ولا صافي؟ لا لا خلي انا غادي نزيد دابا دابا غادي نقتل البوطه بخطره صافي غادي نخليها بحال الفرناطشي دابا غتيري فيها صافي غنتيري فيها ما عرفت فين دابا غادي نقصها نخلي غل بحال تقول على الرماد بحال الفاخر بحال قولي بقى لك الرماد صافي. وهذا البلول غيبقى ما غاديش تحيدوه؟ لا لا ما نحيدوش غادي نحطوه حتى هو. ناتي ناتي شتي دابا عي شويه ها هي دابا غادي تحط شتي اللون ها هو اللون ما فيه لا ملون لا والو ها هو جا اللون جاش هذاك الملون جا الحاجه جا شتي بشهادتك حتى مريم ما تقولي لي من الحقيقه ها لا زوين وحق الله اللون فن. لا اللون كيجي اللون انا ما كنديرش هذيك الله العظيم دابا راه الزعفران الحر عاوتاني الزعفران 1000 فرنك قلت لها الزعفران ديال مول الذهب راه ديال تالي هذاك راه يلون ماشي عامي كيجيبوا لي هو راه ما كيعطيش غير الصفر هو تيعطي واحد اللون واحد اللون زوين. اي انت دابا عرفتي كيعطي لون زوين هو اه كيعطي لون زوين. اي والله يستر دابا انا غادي ندير التفويره الثالثه وهانتوما معانا ان شاء الله. يلا الله يستر صافي دابا لاله خديجه نسولك على هادي هادي انا صراحه كنت كنسمع عليها وما عمري ما جربتها زوينه قلتي لي انت راه سنين وهي عندك سنين وهي عندي شريتها من هنا هذه اللي كتقلي بمعلقه ديال الزيت معلقه ها المعلقه ديالها شتيها اه راه عمرتها دابا عايشه المعلقه دارتها بغيتي ديري مليحه ديريها ما بغيتيش ديري مليحه بلاش كلها جيبي شي الملح ديرو وانت تقليليت بحال هاتي غادي تشوفيها دروك حنا غنقليوها على قبلك باش تشوفيها باش تحشريها زعموك صافي غنديروا الاشهار ياك والله الا زوينه كاينين ماركات بزاف وانا هذا عندي انا طيفال مزيان وكاينين ماركات دابا سنين وانا كنقلي فيها صراحه كنت شتا كانت دارت الدرجه واحد الوقيته وصافي ما شويه تنسى انا قلت صافي راه زعما ما غدير والو زعما ماشي شي حاجه قلتي لي الدجاج الدجاج دوك الفخيطات ديال الدجاج كتشديهم وكتبخريهم وبالعطريه ديك كيجيو بحال كينتاكي كندير لهم البيض والدقيق والشابلور كنستفهم هنايا كيجيو زوينين كندير لهم هاد المعلقه ندوزها بحال هكا بحال البطاطا نسد ثلث ساعه الله يخرجوا مقرملين وزوينين والله العظيم مزيان الواحد اللي كيدير الدراري صلاح الدراري والستيكات ديال بيبي حتى هما كندير لهم حتى هما ديك العطريه ديال كينتاكي وكندير ليهم الشابلور والبيض حتى هما داكشي وكنديرو هنا نديرهم شويه زيت ونسد عليهم دابا ثلاث سنين زعما راه كي لا لا انا عارفه قلتي لي الفلفله حقك الفلفله كنقسمها على جوج ندير لها شويه مليحه وزويته قلتي بحال مقليه بحال مقليه ونجرباها ما كاينش صافي نزعموا عليها لا زعمي عليها والله والله العظيم لا زعمي ها هي دابا راه دارت لها عايشه معلقه ديال الزيت صافي وهي غادي هكا هانتي
ها هي البطاطا بلاصتها شتيها. ها بلاصت البطاطا، ها بلاصت الدنجال ومطيشه الخضره، ها بلاصت الفخوذ الدجاج. قلت لي كيلو ديال البطاطا كتهز؟ كيلو ونص. كيلو ونص. كيلو ونص كتهز. كيلو ونص مخير. هيا نتوكلوا على الله. لا توكل الله. لي اكتب لنا في الكومنتير اللي عنده مجربها. شي واحد مريم باغا تزيد باش تحكد. لا سيدي. وشنو من الماركه اللي مزيانه حيت كاين ماركات بزاف. انا عندي طيفال. طيفال. اللي عندها في التعليقات عافاكم تقول لي. دابا عندي دابا ملي كتسالي كتسكت الراسه. كتحبس. كتحبس زوينه. لا لا مخيره مخيره. ان شاء الله يعطيونا هما تا هما. تا هما يعطيوك مزيان الواحد يجرب. صافي دابا صافي دابا التصفيره الثالثه. انا درت هنا نص سترو ديال الحليب فيضته تقرب يطلع غندير ليه واحد الباكيه ديال لافاني. هاد لافاني راه على فكره ديال برا بحال نديرو لافاني ديال هنايا تيكون مجازه. هذا كيكون زوين. هذا راه داك شتي كيداير شوف. الكحل. الكحل زوين انت شتي كاينه فيه واحد الريحه ما نقولش لك. الحليب حتى يقرب يفيض عادي ديرو قرب يفيض ويحزو صافي ما يكونش فايض. صافي ها هو صافي. دابا انا غادي نحيد الكسكاس. حار الله ديما تهز ليا كلشي في خاطره. معليش. هنايا شنو عندك تي يطيب؟ عندي هنا هذاك باش غادي نزوق السفه. ذاك الليمون وحب الملوك. كيتباع عند العطار كاين. صافي شوفي انت شويه ما مشات باش نحيد هيكا. صافي شتي كيولات صافي هادي هي الاخرى. لا لا باقا وحده تعاوديها ديال التسقيه. الاخرى صافي على غادي ندير شتي هانت. دابا هذا نسيطرو الحليب نعبرو ثاني. كلشي على العبار ها باش يتاكدوا ياك. معلوم ها شفتو عرفتي كي كتجي هادي مازال غتشوف واش غنديرو فيها ثاني. مازال غتزيدها شي حاجه اخرى. كاينه شي حاجه اخرى حيت هي راه ماشي كي الكسكسو راه خاصها تجي معلكه. كسكسو لا دي دابا حنا في الكسكسو راه هادي صافي هي التصويره اللي غادي نسقيو. اييه ثلاثه فهمتي ثلاثه ولكن حنا غنزيدو واحده اخرى. صافي دابا غتخليها تيشرب الحليب. صافي انا غادي نخليها حنا غادي نزيد هاد الحليب صافي نسيطرو درت ولكن راني ناقصه من داك الكيلو بحال دابا هذا نص كيلو. صافي يديروا كيلو يديروا فيه ايترو. يدير كيلو الكسكسو يديروا فيه ايترو. ايترو الاخره بحال قلت لك في الزيكه الاخره غيديروا الحليب عوض الماء. صافي مع باكيات يديروا جوج باكيات لافاني. صافي دابا حنا غادي نخليه دابا هكا صافي تينشف شويه. ينش دابا يشرب دغيا. صافي شتي كي ولا. صافي غنخليه حتى يشرب. كي ولات عرفتي راه ولات رطبه 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 رطبه. حيت دابا هي خاصها تكون. دابا انا غادي ندير لها الزبده. واحد شويه تاع الزبده بحال تقولوا اري مع القاري. ذوبتيها؟ ذوبتها الزبده العاديه ماشي الزبده ديال الباكيه ولا ديال ذوك البلاطري. مارغارين انا ما كنديرش هذاك الشيء. اللي بغى البنه خاص الزبده تاع القاري. هذيك الاخرى ما زويناش. تتبدي تاكلي السفه طلع معاك ديك الريحه ديك. المارغارين خلاص هذيك كتكمل الباقي. واحد يشريها 100. شي مشكل باغي يدير شي حاجه. جوج معالق ها ثلاثه ها اربعه ها خمسه ها سته ها سبعه ها ثمانيه ها تسعود. شتي الحليب ها انت حيت هي دابا حيواني. لا كتبنن صراحه كتزيد لك الحاجه كتطلع قيمتها. والله واحد علاش محن وخاسر. صافي دابا بقى التصويره الاخرى. صافي الاخرى ديال الحطه باش تحطي. صافي ديال الحطه ان شاء الله. الدجاج وصل. صافي بلاتي نشوفو حتى هو. باقي ما طفيتيش عليه؟ لا مازال انا ناقص عليه مخليه غير. اللي كتخلي البوطه كتخليه ياك. قاتله دابا هذاك الفرن مقتول مسكينه كيلحق. وي ديما اللي كتخسر البوطه. وي عندك. وراه حتى قالت لك البنات شادين معاها قالت لك شادين معايا. في المعلك وي راه كتحسب لهم بالمعلقه. جبار عينها ميزانه. المهم انت ديال عينك ميزان. درتي لهم الوصفات ديال الشعر وهذا في القناه؟ درت شوف انا ما عنديش موديل. انا موديل واعي شخصي اللي كان ياكل. درت لها ريميش وصباغه ودرت لها هذاك ديال الصبار كريم حتى هو زوين علاج الشعر. هذوك راه علاج الشعر غنعطي واحد النصيحه ما كيخليش الشعر واعي.
بحال كيراتين لا غير كيخليو شويه الشعر ناعمه غير كتسهل عليك التنشيط ما كيبقاش هذاك الجفاف وغادي لي واحد الوصفه ان شاء الله غادي هذه السيمانه ديال الزرعه ان شاء الله. انت باش نذكروا راك انت خدامه كوافوره ف 24 عام ديال الخبره 10 عام في المغرب و 12 عام في السعوديه وان شاء الله تقاسمي معاهم هذه النصائح في ان شاء الله. في اي حاجه كنتقاسمها معاهم في اي سؤال تسولوني كنجاوبهم عليهم يعني كنعطيهم واحد الحاجه ديما ضامن ما تقدرش عليه كاين ما كاينش اي والله يعطيك الصحه يحفظك ما يعطيك الصحه ان شاء الله. أنا من النوع إلا ما كنتش راه ما كن ياك خاص ضروري تشجع عيبي هو هذا كنبغي تشجع كتملي دغيا ملي كنشوف شي حاجة ما طالعش كيجيني شوية الإحباط إيوا ما عنديش والله يسر لك الأمور إن شاء الله الله يستر يكون خير إن شاء الله يكون خير ها هو الدجاج وصل ها هو تبارك الله عليك الله يبارك فيك مع الروائح ها هو مشتت ما والو شتيه؟ نعم ما عطاكش حاسك ما يتشتتش انا الدجاج عندي نحلف عليه تبارك الله عليك صافي دابا غيكون واجد الحطة كيخاف منه ياك قالت كيخاف منك ما يعجبنيش الدجاج مفرقع وكا دايرو لا خصو يبقى بحلاوته خصو يبقى خليتها تي لوحة اي والله خلي بالك اللوحة شتي تبارك الله عليك صافي دابا غنشوفوا الحطة ان شاء الله ان شاء الله انا واحد القضية أخرى بلاتي عندي اللوز هنا مقلي وطحنتو شتيه اها انا غادي ندير في البلول هنا كتزيدي حتى الاخر كنديرو هنا شتو زدت معلقه باش نديرو فوق كيخطر المرقه كيعطيها واحد المذاق الحاجه طيب عندك داكشي ديال القلب وانتي تشهدي حنيتي تبارك الله عليك انتي كتشوفي غنزيد وحده اخرى ايوا دابا خليه دابا يدوي مع اللوز خلي الدجاج يدوي مع اللوز خلي المرقه يدوي مع بعضياتهم صافي شحال غتخليه دابا يغلي قبل ما نحطو وانا غادي نخليه دابا تنبغيو نحطو خاصني ما الطوسيه ما تطفيش على لا طفيتي عليها كي قلتي لي انتي راك عارفه كيرجع هذيك القضيه الطوسيه خاصها تبقاي ناقصه عليها تتحطي ان شاء الله عادتي تحضي معاه ديري تقتلي عليها الفرن بحال هكا باش ما تشربش ان شاء الله صافي وهنا انا دايره الزبيب ان شاء الله انا درته هنا صافي باش ملي غادي نطلعوا دابا التصويره ان شاء الله ان شاء الله هي شتيها شتي كي جات صافي دابا غتبقى الفوره الاخرى صافي تفرغ يلا اللهم يستر صافي دابا غادي تبداي صافي دابا هذا نيسلي انت كديريها بالكوك كنديرها بالكوك اللي ما بغاش يدير الكوك ماشي مشكل اللي ما بغاش يدير هي كتجي تي غدوقيها تجي زوينه هي اري اسماء معلقه نقيه من الزبيبه عطيتيها نديرو الكوك هذا الكوك الماركه المزيانه ما داك الميدم ما تجيبوش من الحانوت سيرو دوك اللي كيديروا جوج معالق ولا ثلاثه كل واحد على حسب الذوق ديالو صافي انا درت ثلاثه وغادي نديرو شويه هذا غير شويه هذا كيعلك نسلي نسلي كيجيبها لما ديري لا سكر لا والو صافي نحركو والزواق كله على حسب المستطاع كله على حسب هادي الفريت وجد ياك وجد انا صافي عطي راه الصوت انا دارت دابا بان لي قنعتوني بهاد قلتها لك انا راه انا تاكلتها مريم لا والصراحه انا كنت كنشوف مع عمري ما كنت كنطيق ودوق يا مريم وتشوفي دوق راه قبيله دار ياك ومريم دوقي دوقي وراه كتسمع تقرميله هذا راه برد وقيلا راه قبيله راه عاودناه وقيلا عاودتوه ودوقي استبني البطاطا مزيان المهم بعدا الزيت ما فيهاش بزاف هذا هو المهم خاص اللي عنده الوليدات كيبغيو فريت بزاف وكلشي كيبغي الدراري كثر الاولاد الدراري عزيز عليهم الا بغيتي ياكلوا اي حاجه درتيها لهم ديري عليهم بالفريت ها انتم شفتوا دابا صافي غديري شي حاجه ندير واحد شويه اللوز مطحون كتخلطيه معاها كيعطي واحد النكهه زوينه فيه وكل حنا كنخلطو معاه اللهم اللي كناكلو اللهم ندير تعطيها واحد
لذة زوينة. درتيها في الطبسيل وقلبتيها ياك. شد الفورمة ديالها. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ديري الزاز ياك. كنديروا الالوان. نعم الكيوي كيجي زوين هذا اللون الخضر. اه كيجي زوين. اري دوك الاخرين. فين راهو قالولي؟ فين؟ لا هنا هنا بلات. هادو عسلتي هنا البرقوق و البرقوق و لا الطريقة راه عارفين. الما زهر و ديروا هذا حب الملوك. شتي؟ هاتي درتي ليه بحال طارطة. اش كيجي انا هكا كليته كليته هكا. واحد السيده في عين الشوق اول مره غادي ناكل هذا الشيء. ما كنديروا حنا السفه العاديه هي اللي قالت لي راه ديري نيسلي وديري كاع ما كاين اليوتيوب راه شي 7 سنين ولا شحال. هاتي باش يجي لك الشيء قاد. تبارك الله عليك. يبارك فيك. حطيت الدجاج ياك؟ ايه هاري اللوز هاري. اه مازال تزيديها اللوز؟ ايه خاصنا تهلاو فيها. تهلاو فيها. دابا لويزات يهرمش. دابا هاد دخلتيه لداخل زوين غيعطي مذاق زوين. اه عرفتي المذاق كيجي فيه. هاد الواحد كياكل كيبغي يدير معاه اللوز. اه. خصو ياكل داخل مزيان. لا مزيان. شاف ملي كيديروا شي حاجه عشوائيه ياك زدتي القرفه عشوائيه. عشوائيه صافي. الشيف ديالنا تبارك الله على الشيف خديجه. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك حبيبه. الله يخطيك. درتي الوان زوينه. الله ييسر لك الامور ديالك. فهاد لك وليداتك ان شاء الله يا ربي. صافي دابا صافي دابا الدجاج البطل. الدجاج هو بطل الحلقه. هما هادي راهم شايفينها وعارفينها. غير التوصيل. صافي دابا غادي تبدا مرحله نحط ونقطع الرباط اللي دايره الدجاج باش ما يهربش. ايه درتي ليه تنحطو هنا عاد نحيد ليه داك الشيء. انت قلتي لي دائما كيعجبك لا انا كنشدو باش يبقى بحال هكا مجموع و تنحطو ناتي ناتي. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. الروائح. واه انتم تاكلوا هذا تقولوا خاص الواحد ينوع. ياكل لا هذاك الشيء اللي كاين. نوع ثاني بنادم. الانسان ديما كياكل الدجاج محمر يبدل. خاصو يبدل. يبدل شويه. الدجاج هذا خاص الاطباق التقليديه. واه انتم. جبتي الحبطه ديال ها؟ طباخات ياك. قنصة. ضروري. حطوها الفوق. دري اسم المقص. المقص نحيط هذاك الرباط. كتقولوا لي الرباط ياك. شتي ديك البصله كي ولات؟ اه كتعسل كتعطيها واحد المذاق. خاصها في الاول هذيك الطريقه اللي شتو نتبعوها ان شاء الله. راه كتبان تما مشحره من داك الشيء. خاصها ما تبقاش تبان خاصها تكون مكوليه شتيها. تكون ضغميره مكوليه. حيدوا الرباط. حنا ما غاديش نديروا المونتاج كلشي تشوفوه على الطبيعه. اه داك الشيء اللي هذا هو المزيان خاص بنادم يشوف كلشي. باش يعرف. ها الفيديو تيقولوا لي كيفاش هذيك كتبقى باخات للمبتدئات كتقول لي كيفاش غنهز الطاطا ونحطها هنا كيفاش غندير هذه. اه كيقولوا عندك الصح. هذيك الحيه هي اللي كتنفع. هي اللي كتنفع. باش يجيبوا لك شي مقاد هذا راه. لا ها انتم شوفوا ها هو الطبق ها هو صين. لا ما غاديش من راسي وجبد ما غاديش نفهم.
اي والله يعطيك صحتك الحاجه الله يحفظكم احبيبتي اليوم تفايت عليك الحاجه درت لك الفعاليه ان شاء الله ولا لا يحرمنا من ذاك المقام حبيبتي انا وياك ان شاء الله انا وياك وجميع المسلمين باذن الله اسمها راه حاجه ودير العمره راه حاجه هي في السعوديه هي السعوديه راه غاده تحج تبرعات هي ان شاء الله يا ربي امين الله الا تستاهل والله العظيم الله يحفظك سعداتك بغالك الله الخير يا مريم ايوا الحمد لله الله اللي نبئك لهذا الشيء ايوا الحمد لله الله يسهل ها هو العنب العنقود العنقود كيتحط بحالك عاد درتي حطاه ما ويا هكا كيديروا ليه بلاتي خاصو دابا معك مسكينه مسكينه كتعاوننا مسكينه الله يعطيها صحيحتها ايه صافي حيدي صافي حيدي صافي كنديروا برقيقات ساهل ماشي شي حاجه اللي هي غير هي كتغير وصافي الواحد يبدل شويه الدجاج بطريقه واحده اخرى وياه هاد البرقوق رانا مصوبه في الدار تبارك الله والله الا في الدار انا وريته ليهم راه هو هذا البرقوق اللي صوبت في الدار عندك طريقه ديالو ايوه وريته ليهم ماشي ديال الشريان شوفي بحال ديال الحانوت ما عندك صحتك دا نلعبوا على الالوان جبدي القرقعه اسمها كل حاجه ما سهلاش وي اللي في كل شيء في هذا كيديروا بهذا الشكل وكيديروا حتى في اللحم دوك الكتوفه ديال الغنمي حتى هما في دوك لي تريتور كيديروا بهم صافي زدتي الزاز حلقنا الماكياج اييه درتي لي ماكياج ماكياج ديال هذا كيمشي بوك بلي فغويسي هكا تاكلي من كل حاجه تاكلي ايوا عندك الخاطر بعدا وتاوي لا انا هادشي كنبغي نبقى نقاد ونتقن فيه تبارك الله عليك كيعجبنيش انا اللي كيخسر شي حاجه تخسر ماشي زعما كنكون يقول لك لا حقا مشوقه ولا ما نبغيش الحاجه تخسر الحاجه خاسرين عليها الفلوس علاش تخسر لا نسيت كنقول لي مسولي اسم كنقول لي لا ما خاصش تخسر علاش تنساو صافي خاص كلشي يكون خاص كلشي يكون ناضي لا نسيت مسحو كي جاتك اختك لاله عائشه الله عليها ياك هي طيبه ديال العائله اه هي ما عندي ما نقول اي حاجه داتها اي والله شكرا الله يحفظك الله يحفظك الله يخليكم ديما مجموعين امين يا ربي امين 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 بارك الله عليك داكشي يماوي الله يعطيك صحه الله يعطيك صحتك الله يحفظكم ومرحبا بكم متتبعات ديال مريم بركات تبارك الله مرحبا والف مرحبا بها هي وبكم تسومة تسومة الله يعطيك صحتك قبلوا علينا الله يعطيك صحتك يا رب ايوا حنا درنا لكم الجديد حيدنا من الزيتون الحامض غيرنا ثاني بشكل جديد عطيتي قيمه دابا بطريقه اخرى وراه تيجي زوين يحمر الوجه قدام العائلات وقدام الضياف ديالكم تغيروا ليهم ثاني حنا دابا معروفين بالدجاج بالحامض بصح ياك ودابا حنا درنا الدجاج بلي فغويساك تبارك الله عليك الله يبارك فيك لا عندك صحيحتك الله يحفظك مريم اللي جيتي تبيني لنا الناس يعرفوني استافدوا شويه تستاهلي لا تستاهلي الله يحفظك صراحه زعما عندك ما تقولي شكرا الله يجازيك بخير وتبارك الله اصلا ندير نجاح انت في القناه ديالك لا الحمد لله يعني شحال تعلموا منك عندك وصفات ناجحه ماشي زعما انسان غير كيجامل صافي يعني الناس راه مجربين بزاف مجربين عندهم الثقه عندي الكومنتات الحمد لله وراه كتعبر بالمعالقه وبال لا كنبغي لا دابا انا دابا البنات الدريات راه كاينين كبار لا عرفتي واحد السيده قالت لي عندي 40 شتي حسنة هي غتسقم أسماء تحية قالت لي تحية لك والله يشافيك حبيبي الله فتحت قالت لي 40 عام أنا قالت لي أمي الله يرحمها ما علمتني والو أنا تعلمت من أمي خديجة هي اللي عاودتني في التربية شتي قالت لي مصور اللي قالت لي طيبتها الغد كديرها كديرها اللي نزلتها الغد وقالت لي كنمشي لي مانا على البساطة وداك الشيء اللي كاين ولا كانت شي مناسبة بحال دابا ماشي مشكل عراضه هادي عراضه دابا هي عطات فكره ديال العراضه عراضه دابا غتحطي الدجاج ناس ملي غياكلوا شي حاجه جديده انا شي تعجبني جاي صحابهم دجاج محمر شويه غادي يلقاو شي حاجه مختلفه محمر بلا فران شتي وما مشتت ما انا صار بيض راك شتي ما يتشتتش ليا انا الدجاج ما يتشتتش ليا انا دابا بحال التفايه ديال الكسكسو نعطيك فكره عليها ما خاصش الدجاج يطيب في البرمه ديال الكسكسو لا خاصو يطيب بوحدو
والكسكسو دار شويه القرفه في الطنجره وطلع لي ديك التفويره صافي مشيت نسال ان الدجاج الا بقيتي تفوري عليه راه مشى صافي راه يتهرس ويدكدك وانا دابا داك الدكدك ما عنديش نحطو المهم هي خاصها الدجاجه تبقى بكاملين قايده ومقاد مدوله والمرقه كنصفي انا عندي بزاف الخاطر دابا انت عندك الخاطر وغادي داك الشيء مدوله شي نحطو ايوا غيتابونا وعندك بكثافه غادي يمشي ويجري مرحبا انت مرحبا في انستغرام درنا شويه ديال الستوري راه دخلوا تبارك الله البنات عندها ان شاء الله وبقرا يلاه حتى الستوري ما شاء الله تبارك الله دخلوا لا عندها ما تقول ما شاء الله تاي ما تنساوش اسماء راه كنتو داخلين عندها بكثافه معايا غبراتو هي عافاكم راه ما عندهاش المدخول ما عندها يعني محتاجه القناه باغا هي ما باغاش باغا غير القناه تخدم لها ولو غير بشيء بسيط باش تكون مع ولدها لان هي راها تخدم الخدمه كاينه الولد ما كاينش كيدير ليه دابا الولد عندها ما كي غد ما يعرفش كي غدير لي تخليه وتمشي من الصباح حتى الليل ومن باغا دير لي تعملي على عينها ما كتشوف مسكينه وما غادي نشوفوا التفاصيل في الحلقه ديال ان شاء الله اسمع درنا الحلقه في رمضان دق دق كاين شي طول كانت الحلقه ديالها كانت يلاه حيدات ديال 40 ياك حق 40 لا بعيد لا والله حيداتو بسيمانه بسيمانه كانت حيداتو حنا غتمشيو للحلقه غادي تلقاو التفاصيل ديال القصه ديالها حتى هي حنا معاكم واشتركوا معاها هاد القناه زوينه الصراحه كتخلي ان شاء الله مرحبا بكم وانا داكشي اللي كندير في داري كنحطو معاكم مازال شارك معاكم وصفات ديال الشعر ان شاء الله المهم اللي عندي ان شاء الله رانا عطينيكم وكنشكر مريم الاخت مريم الله يرحمها بزاف يعني صراحه فضل الله سبحانه وتعالى الفضل ديالها يعني واحد الانسانه واخا من عصفور ما غاديش والله العظيم الوحيده الوحيده في اليوتيوب يعني الوحيده في اليوتيوب كي قلت لكم انا هي وعيشه مزالي اللي شفتها انا كيعاونوا الناس عيشه مزالي على قد المسكينه المستاذ وتعرض عليك وتقول لك جي عندي وندير شي فيديو انا واحد النهار باقا انا ما تفعلتش هي القناه حتى عيطت لي قالت لي شوفي غندير معاك واحد الفيديو مشترك انا وياك مسكينه الله يجازيها بخير تحيه بدون مقابل بحالك بدون مقابل الغزاله هي معروفه في اليوتيوب ما شاء الله عليها مريم اختي اللي تسالي الله يسلمك الخير وتهلاو معنا وان شاء الله وعاونونا وساعدونا الله يجازيكم الف خير ان شاء الله باللايك وبالبارطاج عند اسماء ان شاء الله وعند الحاجه ان شاء الله انا المهم حاجه صافي هي ام خديجه حتى انا معروف ام خديجه يلاه ام خديجه الحاجه ام خديجه ام خديجه عندي في الميمه الميمه كبيده عاد ويا مامي اللي غنقولها لك قولي لها المهمه الكبيده المهمه الكبيده ديالي كنشكركم بزاف على المتابعه نشكركم كلمه اخيره باش نختموا و كنقول لكم المتتبعين ديال مريم بركات كاملين مرحبا والف مرحبا والله يحفظكم الله ينوركم راكم والله العظيم عزيز عليكم مريم انا كنشوفكم انا متبعت انا الحلقات ديالها ملي كتكون عند شي حد والله العظيم كل شيء تيدخل الكومنتيرات انا من عند مريومه انا من عند حبيبتي مريم والله كيبغيوك والله الا تا هما عزاز انا كنشوف شي كومنتيرات كيبان لك انا كومنتيرات هما تيبكيوني راكم محبوبه ولكن قولك واحد الكلمه تستاهلي يا مريم الحمد لله ماشي داكشي غير هكاك والله العظيم مريم تستاهلي انسانه خالقه وربي ربي يبغي لك الخير ملي نعم عليك الله بهذه النعمه الحمد لله عطاك الله القناعه في قلبك عرفتي بهذا الشيء راه ما ساهلش راه كتكون نعمه من عند الله ربي اللي كيبغيه كيحب اللي كيحب وكينزل عليه بعض النعم زوينه بحال هكا انت دابا كتعاوني الناس شحال من قناه انت دابا استافدوا بحال هذيك الطباخه امل ان شاء الله وهذيك اللي مشيتي في رمضان انا رانا ما صدقتش هذاك النهار ان شاء الله ملي ما حاطه والو مسكينه فاش بكيتي ودابا مسكينه هذيك النار الفرحه فيها حسيت واحد القصص اخرى انا ما كنتخيلش ما تمضنوش ان بخطرات تكون مساله غير في لي زابوني المهم حتى شي ما نقدرش نقولو كاين بخطرات واحد التاثيرات راه كتاثر على عائله كامله عرفتي راه ديك الفرحه انا اللي تنفرح قسما بالله لا يوعد لا فرحه راه كتبدلي حال العائله كامله والله زعما اللهم الحمد لله بخير الله يقدرنا صافي الله يستر الامور وكنشكركم بزاف والله العظيم ونهار كبير هذا اللي جات عندنا مريم شاركت انا لي الشرف شاركت في الحلقه ديال مرحبا بضيف الله ومرحبا بها والف مرحبا ومرحبا بكم والف مرحبا اذا بغات تجي عندي ولا بغاتني نطيب لها شي ماكله والله العظيم الا مرحبا والف مرحبا الله يجازيك بخير والله العظيم الا كنقولها من قلبي الا مرحبا بكم اي واحد بغى يجي عندي ويدق داري ويجي عندي والله حتى كنقول ليه مرحبا والف مرحبا ايوا تبارك الله على الحاجه صراحه كانت حلقه زوينه الكواليس غتلقاوهم عندنا في القناه ان شاء الله
ستوريات راه كاينين في انستغرام كي كيمشي تابعوها حتى هي في انستغرام حتى هي اكتيف كتحرك وتبارك الله عليكم كنتمنى الحلقه تكون نالت اعجابكم زربوا الطبق راه حاجه واعره يلا خليت لكم راحه الى حلقه حلقه ولكن كنت باقي ما دقت غير من الريحه تلفت دقت دابا روعه روعه يعني انا اصلا كيعجبني الدجاج محمر ولكن هذا راه واحد المذاق واعر خطير زعما الا كان خطير خطير استرو عليه الله يعطيك الصحه واحد الله عاجل ما عمري ما ساليت حلقه ورجعت صورت تبارك الله عليك الله يعطيك صحتك جربوه رائع